السيد الفريع كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أكد في كل اجتماعاته أنه سيتم تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في كل مشروعات الدولة بهدف ترشيد الواردات من الخارج. سيادة الوزير ده حلم الصناعة المصرية إننا نثق فيها وإننا نديها الأولوية ونفضلها على المنتج المستورد عشان بالفعل نحقق نهضة صناعية. القانون زي ما هو واضح من رقمه صدر سنة 2015 ولكن حتى اليوم لم ينفذ بالشكل الأمثل، ودايما الحجة أصل المنتج ده مش بنصنعه في مصر وبالتالي لازم نستورده، أو المصنع اللي بيصنع هذا المنتج لم يحصل على شهادة تفضيل المنتج المحلي من هيئة التنمية الصناعية حتى يتقدم لمناقصات إقامة مثل هذه المشروعات. تخيلوا حضراتكم لو من سنة 2014 اللي هو بداية النهضة الحقيقية في كل مشروعات الدولة تم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، أو حتى من ساعة ظهور هذا القانون في عام 2015 كان حال الصناعة المصرية والصناعات المغذية تبدل تماماً. مطلوب من كل شركتنا الوطنية الصناعية التوجه إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على شهادة تفضيل المنتج المحلي. المنتج بتاعك اللي بتصنعه هيدخل في كل مشروعاتنا الوطنية بموجب هذه الشهادة حتى لو سعرك وتكلفتك أعلى من المستورد ب15% الأفضلية ليك، ولكن بشرط الجودة في التصنيع. تاني حاجة محتاجين بشكل عاجل جدا ربط المشروعات القومية الكبرى اللي بتنفذها مصر النهاردة وكل شايفها وشاهد عليها بالصناعة المصرية. احنا محتاجين نقعد مع المصنعين، احنا بننفذ المشروع ده ومحتاجين هذه الاشياء، المفروض اللي بتصنع هذه المنتجات دول كذا وكذا وكذا، مين يقدر يصنع هذه المنتجات؟ فورا المصانع بتاعتنا هتشتغل، ما هو في طلب على منتجاتها. السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بينفذ شيء شديد الذكاء، هو بيروح لأصحاب الصناعات الإلكترونية، يعني مثلا مصنع تلفزيونات بيقول له لو سمحت قول لي إيه القطع اللي بتستوردها من الخارج لهذا التلفزيون أو هذا الجهاز، فبيقول له والله أنا بستورد القطعة دي والقطعة دي والقطعة دي والقطعة دي، فبياخد هذه القطع بعد استئذانه وبيروح غرفة الصناعات الهندسية على كورنيش النيل وبيجمع صغار المصنعين وبيقول لهم يا أولاد ما حدش يقدر يصنع القطعة دي، طب القطعة دي، فواحد من اللي قاعدين من صغار المصنعين ولكنه من الكبار في صنعته يقول له يا فندم أنا أقدر أصنعها ولكن محتاج آلاف القطع حتى يمكن شراء المعدة اللي تقدر تطلع هذه القطعة بهذه الجودة. فورا المهندس محمد المهندس بيقول له يلا اشتغل، أنا هتعاقد لك مع مصنع الإلكترونيات. الأمر ده اتكرر أكتر من مرة وفي أكتر من صناعة تابعة لقطاع الصناعات الهندسية. إذن احنا محتاجين ربط المشروعات الكبرى بالصناعة الوطنية، ده إذا أردنا تطوير المنتج المحلي. القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي ده حلم دولة وليس مجرد قانون يوضع في الأدراج، وأنا أثق أن الفريق كامل الوزير قادر على تفعيل هذا القانون بكل قوة، ولكن يجب أن نؤكد على ضرورة إحالة أي مخالفة لقانون تفضيل المنتج المحلي للنيابة العامة، ده في حالة ثبوت
أنها بالفعل مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2015. يعني أي مسؤول في أي مشروع بتنفذه الدولة النهاردة يخالف القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي يحال فوراً للنيابة العامة، ده في حالة ثبوت أن هناك منتج مماثل للمنتج المستورد اللي هيدخله في المشروع. احنا محتاجين الاعتماد على الصناعة الوطنية لتقليل الواردات المصرية من كل أسواق العالم. خليك